وسط تجاهل النظام التركي الدعوات المطالبة بخروجه من الأراضي العراقية، تعرضت قاعدة زليكان بمحافظة نينوى العراقية والتي تتخذها أنقرة ثكنة لجنودها لقصف بستة صواريخ، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع. مصدر عسكري مطلع أوضح أن ثلاثة صواريخ أيضاً طالت منطقة سكنية ما بين قضاء شيخان ومجمع مهتي شمال القاعدة، مضيفاً أن صاروخين طالا قرية محمودية القريبة من القاعدة، ما أثار هلعاً وخوفاً لدى سكان المنطقة. ونوه المصدر في وقت لاحق إلى أن سيارة من نوع كيا تم استخدامها لإطلاق الصواريخ بالقرب من قرية عمر قابتشي ضمن ناحية بعشيقة، وجرى حرقها بعد تنفيذ العملية. وتحتفظ تركيا بأكثر من 10 قواعد لها في العراق، فيما يسعى النظام التركي لإقامة المزيد منها، وذلك لتوسيع أطماعه التوسعية داخل الأراضي العراقية، مستغلاً الخلافات بين بغداد وأربيل والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد. إلى ذلك يواصل النظام التركي قصفه المدفعي والجوي على قرى وبلدات آهلة بالسكان في إقليم كردستان. مصادر محلية أفادت بأن النظام التركي وبأكثر من 10 قذائف من المدفعية استهدف محيط قرية هرور بناحية كانيماسي بقضاء العمادية شمالية دهوك، وتسبب بخسائر مادية لسكان المنطقة، فضلاً عن أن القصف خلق أجواء من الهلع والذعر بين سكان المنطقة. ومنذ مدة يشن النظام التركي هجمات برية وجوية داخل الأراضي العراقية بحجة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، كما أن اعتداءات أنقرة تمادت لتصل إلى حد تجريف الأراضي وقطع الأشجار في هدف يمهد لبناء قواعد عسكرية جديدة لها داخل إقليم كردستان.